بحضراتكم على الهواء مباشرة مرة أخرى وأولى لقاءاتنا. وموضوعنا الأول النهاردة عن بنك التنمية والائتمان الزراعي. بنك التنمية والائتمان الزراعي هو بنك ذو طابع خاص جدا، وهو الحقيقة واقع بين شقي الراحة، لأنه في النهاية بنك تابع للبنك المركزي، لابد أن ينفذ أحكام البنك المركزي فيما يتعلق بالفوائد أو الأرباح وغيرها من الأحكام الأخرى، ولكنه في نفس الوقت بنك يتعامل مع فئة عظمى من هذا المجتمع ولها مشاكل جامة، وهي عادة فئة مش غنية قوي، هي فئة الفلاحين والمزارعين، وبيعتبروه امتداد لبنك التسليف الزراعي، وبالتالي هنا بيكمن المشكلة في إرضاء الفلاحين والعمل على خدمتهم مع المحافظة على طبيعته كبنك بينتمي في النهاية للبنك المركزي. على أي حال، هذا البنك هو رأس مال الفلاح المصري، بيخدم أكثر من 1,300,000 مزارع على مستوى الجمهورية، له فروع في كل محافظات مصر تقريبا، حاول إن هو ينشئ العديد من الفروع الإسلامية، إن هو يضيف شيء جديد، إن هو يرفع قيمة السلف الزراعية 10% تقريبا، ولكن برضو في مشاكل. هنشوف مشاكل بنك التنمية والائتمان الزراعي، ونشوف الإنجازات والمشروعات والاستراتيجية اللي بيحاول يحققها في الفقرة والفترة القادمة. معانا الحقيقة النهاردة وبنتشرف بوجوده على شاشة مصر الزراعية المحاسب عطية سالم عطية، رئيس مجلس إدارة البنك التنمية والائتمان الزراعي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني إحنا طبعا المقدمة اعتقد انها ممكن تكون هي مكمن المشكله يعني، لكن قبل ما ندخل في تعريف هذه المشكله بشكل افضل، نبدا من النهارده من يعني جوله السيد وزير الزراعه دكتور ايمن فريد ابو حديد، وحضرتك كنت مصاحب له في هذه الزياره لمحافظه البحيره. ايه اللي تم في محافظه البحيره، وكانت بتهدف الى ايه هذه الزياره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الزياره دي يعني من سلسله الزيارات اللي بيقوم بيها الدكتور ايمن معالي وزير الزراعه. الحقيقه الدكتور ايمن هو مش مدح فيه ولا كلام بخصوصه، هو غني عن هذا. هي الراجل يمكن يوميا او يوم على الاقل 4 أيام أو 5 أيام في الاسبوع بما فيهم الجمعه، يعني الاسبوع اللي فات احنا كنا في اسوان وزرنا هناك مشاريع وعملنا زياره لفرع البنك وبرضه ازاله. استمرارا لهذا المسلسل، يعني الحقيقه هو النهارده كنا رحنا البحيره، كان الهدف الاصلي الحقيقه ان احنا بنمضي بروتوكول مع معالي المحافظ، وده بروتوكول خاص بتمويل مشروع البتيلو. والحقيقه المشروع ده من المشاريع الناجحه جدا اللي بتجد اذان صاغيه لدى المربين في مصر كلها. والحقيقه استقبلنا المحافظ استقبال كبير جدا، والحقيقه وقعنا البروتوكول، والحقيقه برضو هو لمزيدا من نجاح هذا البروتوكول هو حدد شخص معين هيكون الكوردينيتور او هيكون الشخص المسؤول عن انه يتابع العمليه دي وينفذها. وده يمكن كان من ضمن الحاجات اللي احنا الحقيقه بنامل عليها، واحنا اي مبلغ هيطلب بخصوص هذا المشروع في هذه المحافظه دي ما شاء الله كبيره جدا ومتراميه الاطراف، والحقيقه الناس اللي فيها يعني فلاحين بجد وعاوزين يشتغلوا وعاوزين يعملوا ايه مشروعات، فاحنا واقفين معاهم ان شاء الله، والتمويل اللي هم هيحتاجوه احنا هنديه ان شاء الله، وان شاء الله المشروع ينجح. كان برضو من ضمن الحاجات التانية كان في مشروعين برضو معالي الوزير كان بيزورهم، وبرضو كان الحاجة المشكلة الأزلية الحقيقة اللي موجودة، وهي مشكلة البناء على الأراضي صحيح. الزراعية، وحصل الحقيقة النهاردة كم كبير جدا من الإزالات، ونجحنا في هذا الحمد لله. وبعدين اختتمنا زيارة، وهو بيصر في كل زيارة الحقيقة انه يزور فرع من فروع البنك. والحقيقة الفرع اللي هناك احنا زرناه وقعدنا معاه مع الزملاء هناك، واستمع لكل مشاكلهم، وشرحنا الاستراتيجية المستقبلية للبنك ان شاء الله، والخطة اللي موضوعة علشان ان شاء الله البنك يتجاوز
الايه بعض المشاكل، انا بسميها بعض المشاكل لان ما فيش اي جهه ما فيهاش مشاكل، وان شاء الله ربنا يساعدنا. وان ايه ده بخصوص يعني الايه الزياره اللي تمت النهارده الحمد لله. طب الزياره بما انها يعني لها علاقه بمشروع البتلو وتمويل مشروع البتلو ووضع بروتوكولات لهذا الموضوع، فخلينا نتكلم على طول عن الموضوع ده لانه مهم جدا بالنسبه لعدد كبير من المزارعين وبالنسبه لنا حتى كمصر اللي احنا عاوزين يعني ننمي ثروتنا الحيوانيه. البنك منوط باعطاء القروض الميسره فيما يتعلق بمشروع البتلو. بصي هقول لحضرتك على حاجه، هو المشروع البتلو اساسا ده جاي له منحه من الايه الخارج، والبنوك هي اللي بتتولى عمليه المنح للمربيين. ده الحقيقه مشروع حقق نجاح كبير جدا، ويمكن برضه انا عاوز اشير لحاجه تانية، في مشروع معاه كمان اللي هو مشروع الخدمه البيطريه، وده برضو ليه ده بيمول برضو الدكاترة البيطريين عشان يعملوا عيادات مجهزة، وبالتالي يحصل نوع من التكامل. يعني المشروع بتاع البتلو أو الثروة الحيوانية، وبرضو بالنسبة للأطباء البيطريين علشان يقدروا يعملوا عيادات وتبقى على أعلى مستوى. بالنسبة لمشروع البتلو ده يمكن من ضمن المشاريع الهامة جدا لمصر الحقيقه، وتنميه الثروه الايه الحيوانيه، لان ده اعتقد انه هيغنينا كتير جدا عن الاستيراد بالنسبه للحوم الحمراء، ويمكن ده السبب ان معالي الوزير بيركز عليه شويه وبيديله دفعه قويه، وبنحاول ان احنا نروج له ونديله دفعه جامده، واحنا هنتننا الحقيقه ندي ده هذه الايه الدفعه، وان شاء الله البنك اعتقد ان هو هيبقى له دور كبير قوي في هذا المشروع ان شاء الله. طبعا حضرتك يعني قلت ان احنا ممكن نستقبل اي اتصالات هاتفيه لا للناس تسال، فاستاذنك ناخد اول اتصال على الهواء من محمد عبد الفتاح من الدقهليه. اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ محمد. معاك. ايوه دلوقتي بالنسبه للبنك، بالنسبه لقرض التنميه احنا عندنا ناس بتشكى منه، وعندنا واحد دلوقتي متحول يعني محكمه الاستئناف. ايوه. لان ده 9% يعني ده مال قرض وبيبيع 9%. ايوه. فطبعا ظلم الفلاح وبص لحد 25. فطلب من سيادتك يعني يا ريت تبص للفلاح شويه، لان بيعاني من الموضوع دوت. واحد بيوصل لحد 1000 و5000 بالنسبه للحاجات دي. ايوه. فحقيقه الناس بتعاني يا ريت بالحكايه البنك ده بالذات. اقسم بالله واحد كان عندي النهارده اسمه حسام خضر من مركز السلام متحول لمحكمة الاستئناف. وكان النهارده. فيعني حرام من بنك الكردي، ما فيش الكردي هدا عليه. طيب. يا ريت يا ريت يا ريت يا استاذ الموضوع ده انا هو الولد تعبان فعلا وهربان من اللي في المحكمة. هنثير الموضوع ده. حاضر يا استاذ محمد. هنجاوب على حضرتك. الطلب الثاني انا بطالب. انا بشكرك وناخد اتصال اخر للحاج شحاته من سوهاج. يا فندم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي شحاتة ربيع عبد الحافظ من مركز صحفة من بلدة اسمها نزهة القاضي. أهلا وسهلا، سؤال حضرتك إيه يا فندم؟ سؤال حضرتي، إحنا خدنا قرض من البنك في سنة 80 25 جنيه و 25 ألف جنيه. حتى لا سددناهم يطلع 1.5 مليون. تعسرنا وقدمنا طلبات وجدولوا لنا جدولة، وبرضه الجدولة ده علينا بالفوائد الغالية وما قدرناش نسده. وعملوا علينا 6 قضايا في المحاكم. فحضرتك عايز ليه كذا قضية؟ في قضية برضو يعني منظورة. في 6 قضايا يعني قضايا وبعنا اللي معانا واللي ورانا ودفعناه في البنك ولسه علينا ديون برضه. طيب أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ شحاتة. يعني ده موضوع مهم، موضوع اللي هو القروض اللي بيتعثروا في سدادها بتتعاظم نتيجة للفوائد وبيكون مصيرهم للأسف التهديد بالحبس. كان في يعني إعادة نظر للناس اللي هم متعثرين أو صدر ضدهم أحكام بأن احنا نمدلهم لغاية آخر العام حتى يستطيعوا السداد. حصل إيه في هذا الموضوع ونقدر نطمن الناس المتصلة دي بإيه؟ أولا أنا يعني عاوز أطمن إخواننا المزارعين، أولا ما فيش حد، احنا في قرار اتاخد ومنفذ، وانا يمكن عملت كذا مداخله وقلت
مفيش أي أنا أوقفنا جميع الإجراءات القانونية تجاه أي عميل من عملاء البنك حتى نهاية 2014. وخلال فترة ال3 أشهر الأولانيين إحنا كبنك وفروعنا هتتصل بالعملاء، وبرضه برجو من العملاء إنهم يروحوا للإيه؟ للفروع، ويقعدوا مع الزملاء في الفروع، والتعليمات اللي موجودة أن يتم عمل جدولات لهذه المديونيات من لفترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وننهي هذه المشكلة نهائيا. أنا عارف إن المزارعين بيشتكوا من إن المبلغ اللي خدوه اتضافت عليه فوائد ومصروفات إدارية وخلاف، كل حاجة على ترابيزة التفاوض قابلة لي، وأنا اديت تعليمات واضحة وصريحة لجميع الفروع في قبلي وبحري، وقلت لهم العميل يجي وتقعدوا معاه وتتعرفوا على مشكلته، سيبوكوا من المنشورات اللي جات لكم وسيبوكوا من الحاجات دي كلها، اسمعوا الأول للعميل واعرفوا طلبات العميل ايه، واحنا ملزمين ان احنا نحل للعميل مشكلته. بس ارجو ان العملاء يكونوا جادين فعلا في التسوية وعاوزين يسووا، وانا بوعدهم ان انا بعمل كل مجهودي مع زمايلي في البنك، وهم مش مقصرين الحقيقة، ولكن كانت في بعض التعليمات وبعض الدوريات اللي بتحد من قدرتهم على اتخاذ. احنا بنعيد النظر في السياسة بتاعت التسويات، بنعيد النظر في سياسة المنح، بحيث ان احنا نحل هذه المشاكل ونريح الناس. ده في الشق اللي هو لم يتخذ اجراء قانوني ضده. هم بيشتكوا من حاجة تانية، ان في ناس صدرت عليهم احكام واحكام واجبة النفاذ، احنا مش هنقدر ان احنا ما ننفذش الاحكام، او هنقدر نقول للقضاء ما تنفذش الاحكام. ولكن انا هنا بقول لهم ايه؟ بقول لهم تعالوا البنك واعملوا سددوا، وانا بوعدكم ان حديهم للجهة القضائية ما يفيد انهم عملوا السداد، وبحيث انهم يحصل التصالح، بحيث ان هم ما يبقاش عليهم احكام. ثم انا بوعدهم برضو ان هنقعد معاهم ونبص لمشكلتهم ونحاول نحلها لهم، ونحاول ناخد اي اجراءات تساعدهم ان هم بالنسبة للمديونيات اللي عليهم والسداد اللي سددوه انه يتحل بطريقة ترضيهم وترضي البنك. يعني اكيد مثلا المتصل اللي كان 25,000 بقاله 35 سنة واخد القرض او اكتر، لانه من سنة 80 احنا بنتكلم في 32، شوفي حضرتك حطيتي ايدك على المشكله، فطبعا الفوائد كترت وصلت لمليون ونص، ده استحاله البنك هياخد مليون ونص، لكن ممكن نوصل لحل وسط في التعامل. هي مساله التسويات، هي دي فكره التسويات، ان انا بقعد مع العميل وبتحاور معاه وبعرف هو امكانياته واتاكد ان امكانياته كده، ونقدر نحط كذا حل. بس هم ما يخافوش انهم يجوا يعني يتفضلوا يشرفوا البنك، يشرفوا ده بالعكس، ده انا بارجوهم انهم يجوا. وانا يعني مش بقول انا مدي التعليم، انا مبلغ زمايلي كلهم وبطريقه، انا مش عاوز عميل يزعل، ومش عاوز عميل يخرج مش مبسوط، ومش عاوز عميل يبقى عنده مشكله، بس كل اللي مطلوب ان العميل كمان يبقى عنده الاستعداد ان صحيح. هو يدفع وانه يساوي عشان يقدر يشتغل وعشان يقدر يعمل مشروعات تانية. طيب استاذ حضرتك في اتصال اخر، لا استاذ جمال من المنوفيه، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي لو سمحت عايزين نكلم بس الأستاذ عطية بالنسبة لموضوع البتيلو. اتفضل. موضوع البتيلو أنتوا أعلنتوا عنه في التلفزيون، وإحنا اشترينا العجول ورحت لمدير الفرع عشان أأمن، قال لي أنت بتقعد قدام التلفزيون كتير. الموضوع ده وإن كان في تأمين، إحنا عايزين حياة وضمان، والفدان عليك 5 رؤوس ولا 6 رؤوس، وأنا عندي 30 رأس وعايز أأمن عليهم. فمش عارف الواحد يعمل ايه، نبيع العروش تاني ولا لا 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 الموضوع بالظبط ايه؟ لا 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 لا، فانتوا حاطين لنا حضرتك بتتكلم عن اي فرع؟ عايزين الشغل خالص يا صاحبي، الفرع الموجود في محافظه المنوفيه. فرع ايه بس؟ قوتنا المنوفيه في قطاع شبرا، فرع قطاع شبرا. فرع ايه؟ حاجه شبرا؟ قوتنا فرع قطاع شبرا. حاجه شبرا مش عارفه ايه. مش عارف شبرا في قوتنا يعني. انا حاسس حضرتك قوتنا فرع قطاع شبرا. طب انا حاسس حضرتك في حاجه بس، انا كل اللي بطلبه من حضرتك تبعت لي على مكتبي
ورقه بس بيه الموضوع بتاع حضرتك، وانا في نفس اللحظه دي هاخد قرار مع مدير الفرع واحل لك مشكلتك في لحظه ما توصلني هذا الموضوع. طب بعد اذنك، لو عليا قرض، اتفضل. لو انا عليا قرض ومش مستحق، هل يعرض الموضوع ده؟ لا، ايه دخل ده؟ انت مش قرض ومنتظم فيه؟ منتظم فيه خلاص. يعني معلش، اقساط مطلوبه وبعدين الراجل ده. لا، انت راجل عميل منتظم، وراجل واخد قرض ومنتظم في السداد، وراجل عميل جيد خلاص. وده موضوع مشروع اخر، انت بشكل اخر وبتمويل اخر، مفيش اي مانع طالما ملأتك الائتمانيه تسمح ان انت تشتغل. احنا عاوزين العملاء اللي تشتغل، والعملاء اللي تعمل انتاج، والعملاء اللي تعمل. ما تنزل لنا منشورات في البنوك بكده؟ حاضر، احنا نزلنا منشورات. ما ينزل منشور احنا في البنك للفلاحين يقروه. حاضر. طيب انا بشكر حضرتك، واكيد هيكون في يعني تنسيق بين الاستاذ عطيه وبين الفرع الموجود في قوسنا باذن الله. ناخد اتصال اخر. الاستاذ عبد العظيم، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا بكلم رئيس البنك. والله سامع حضرتك يا فندم، اتفضل. والله انا عميل في بنك التنميه والائتمان الزراعي في وشايته من 83، وخدت قرض، كان قرض بسيط، وتم يجيبهولي وانا اتعثرت. تم يجيبهولي مره في مره في مره لما حصل 165,000 جنيه. ودلوقتي انا بكلمك، خد بالك، انا بعيد عن البيت عشان انا هربان من الحكومه. يعني صدر حكم على حضرتك؟ نعم. صدر حكم؟ صدر احكام مش حكم. احكام. طيب شكرا لحضرتك. يعني مشكلتك مشابهه للمشكله المتصلين اللي قبل كده. زي ما قلت لحضرتك، هو طلب بس يجي الفرع ويعمل السداد، واحنا هنديله جواب للجهه بحيث ان هو نقول ان هو انهى الموضوع بتاعه، وبالتالي ما يبقاش مطالب بتنفيذ الحكم. وفي نفس الوقت برضه هيقعد معانا في البنك، وهنشوف له المشكله بتاعته ونحلها له ونعمل له. هي ال 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 الهدف من الموضوع ايه؟ ان ما دام صدر حكم احنا ما نقدرش نتدخل فيه، لكن نقدر نساعد في ايه؟ ان هو يجي لنا ويسدد باي وسيله من وسائل السداد، ثم بعد كده احنا هنديله جواب اللي بيقول ان هو تصالح مع البنك وانهى الموضوع. وبعدين مش هنسيبه، هنقعد معاه بقى ونبتدي نتكلم معاه في كيفيه ان احنا نتعامل معاه ازاي، ونبص للقديم ونبص للجديد، بحيث ان هو برضه في الاخر يبتدي حياته ويبتدي ياخد تمويل جديد ويبتدي يشتغل. فاحنا احنا لكن اللي دورنا احكام يا فندم ضده، هيضطر يدفع المبلغ كامل ولا ممكن؟ بص لحضرتك، ده لازم. ده شيء لازم. بس انا بقول ايه، ان هنا نقدر نقول له احنا نعملها ازاي. ايوه، يعني انا ارجو، لا احنا اتعلمنا في البنوك ان العميل مش 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 عدو للبنك، بالعكس، ده العميل بيعتبر البنك ده بيستشيره في كل حاجه، والبنك دوره انه يقول النصيحه والمشوره وكيفيه إدارة القرض، وكيفية إنه ياخده، وإزاي إن القرض ده يبقى قرض يتسدد ثم ياخد تاني وياخد تالت. لأن هي هو دور البنك كده، ودور العميل إن هو يحاول يستفيد من البنك أقصى استفادة في كل طلباته. ده دورنا. طيب يعني احنا بنتكلم كده عن يعني مشكلة المتعثرين، كمان عايزين نتكلم عنها وندمجها. كان في قرارات في النظام السابق ربما لم تنفذ، في قرارات حالية. تعامل البنك بقى مع النظامين، النظام السابق والنظام الحالي، والمرونة اللي أبداها كل نظام تجاه هذا الملف، وهل البنك لم يستطع تنفيذ هذا الأمر مثلا لاحتياجه للمال، عدم قدرته على يعني التنازل عن هذه الأموال، لأنه في النهاية بنك تابع للبنك المركزي؟ لا، هو بصي حضرتك، احنا بس البنك الائتمان الزراعي ده في عنده ميزة مش موجودة عند أي حد. أولا عنده هو هويته إيه؟ هويته إن هو معمول علشان يخدم المزارع والفلاح، وفي نفس الوقت هو بيقدم جميع الخدمات والأعمال المصرفية، وبيتبع للبنك المركزي وبيتبع للوزارة. دي ميزة. ليه؟ يعني الناس اللي بتقول لحضرتك ان ازاي دي مش ميزة، لا دي بالعكس ميزة. ليه؟ لان انا شريحة العملاء بتوعي اللي هي الشريحة الكبيرة اللي حضرتك قلتي 1,000,000 وشوية عملاء، طب ما انا عندي الشريحة اللي حاضر اخدمها،
وعندي شريحه المشروعات الاستثماريه، يعني انا عندي العميل الصغير وعندي العميل المتوسط وعندي العميل الكبير اللي بتاع الشركه الاستثماريه. وده ليه؟ لان دول دي بتخدم التنميه الزراعيه اللي هي اساسا بتخدم الايه الاقتصاد المصري. طيب وفي نفس الوقت احنا ملتزمين وخاضعين ووفقا لتعليمات البنك المركزي، فالاثنين ميزه للبنك. بالعكس ده انا بعتبرها ميزه، انت واخده يعني الجناحين ماشيه بيهم والجناحين مش متعارضين، ده الجناحين بيكملوا بعض وبالعكس بيضيفوا قوه للبنك. مساله المبادرات اللي كانت بتحصل والاعفاءات بتاعه المزارعين، يمكن دي سببت بعض المشاكل للبنك، لان طبعا الفلوس دي موجوده عند الحكومه ودي بتبقى مبالغ طبعا مأثرة على البنك ومسببه له بعض المشاكل في القاعده الراسماليه وبعض المشاكل في انه النهارده بقى لها فتره طويله. واحنا الحقيقه برضو، وانا يمكن من ضمن الحاجات اللي قلتها برضو، ان احنا هنقعد، ويمكن لقينا دعم كبير قوي من معالي المحافظ البنك المركزي ومعالي الوزير، وبرضو الحقيقه دوله رئيس الوزراء، ان احنا هنقعد وهنتكلم في الموضوع ده مع معالي وزير الماليه ونبتدي. انا عندي قناعه ان ترابيزه الاعاد والتفاوض هي اللي تحل كل حاجه، تحل كل حاجه. هنقعد ونتكلم، لان في النهايه ده بنك بتاع الدوله واللي يهم ان مشاكله تتحل، خاصه انه يعني كان في وقت من الاوقات كان في رجال اعمال كبار في بنوك اخرى يعني استولوا على اموال بنوك وتم التفاوض معاهم، وبالتالي صغار الفلاحين يمكن اكيد الوصول الى صيغه فيما يتعلق بهم. انا متفائل جدا، يعني انا متفائل، اولا متفائل بدولة رئيس الوزراء، متفائل بمحافظ بنك المركزي وعلي وزير الزراعة. الناس دي بتساعدني وبتساعد البنك جدا، وأنا أعتقد أن إن شاء الله في وقت قصير قوي المشاكل دي كلها هتتحل إن شاء الله. احنا معانا على الهاتف الأستاذ علي رجب نائب النقيب العام للفلاحين، وأكيد عنده يعني كلام كتير فيما يتعلق بهذا الموضوع. أهلا بحضرتك أستاذ علي. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك، اتفضل يا فندم. أنا بحيي الأستاذ عطية سالم عطية. أهلا بيك. ازيك يا استاذ عطيه؟ اهلا وسهلا، شرف ليا. الله يخليك يا باشا. انا عندي حاجتين عاوز اتكلم معاك فيهم يا فندم. امرني امرني. ما يمر عليك ظالم ابدا يا سيدي الكل. بالنسبه لحضرتك، انا كنت كلمت حضرتك للقرار اللي هو كان صدر 2/3، ان هو عاوزينه بس يتمضي في النائب العام، لان في ناس راحت كان عندها جلسات والقاضي قال لهم لازم يكون موقع من النائب العام عشان يعتمد القرار اللي هو موقع عليكم في 2/3. حاضر. فانت وعدتني وان شاء الله انت اديها، وبنتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقك. حاضر. عينيا الاثنين. الجزئيه الثانيه يا فندم، ان في عاوزين تعليمات صريحه من معاليك للفروع بالنسبه للناس المتعثره، ان هي الناس بقى لما تروح البنك عشان تسدد الفلوس عليه المبالغ، هو ماسك مثلا قيمه الدين اللي عليه 30,000، فالبنك شكيت 30,000 والشيكات الثانيه هو موقعه على كذا شيك، الشيكات الثانيه موجوده، فهو بيروح يسدد جزء من المبلغ، يسدد ال 30,000، يقول له لا ادفع ال 30,000 وتعالى لي ارجع لي ثاني نتصالح عشان اديك جواب سوري مصالحه ترجع لي تسدد لي مبالغ ثانيه. اوضحها اكثر يا فندم؟ تحت امرك. يعني واضحه يا فندم ولا هي واضحه؟ هي واضحه تماما، وانا بس عاوز اقول على حاجه. لو كانت المشكله دي متكرره، ارجو بس ان انا اعرف هي موجوده عند فروع ايه، وانا هصدر تعليماتي فورا بان هذه المشاكل تتحل. لو هي حاله او اتنين، ارجو ان هم لو يشرفوني في مكتبي وانا احلها لهم تحت امرهم، لو عاوزين يبعتوها لي وانا هدي تعليمات لمدير الفرع بانها تتحل على طول. بشكرك يا فندم. الوقت الجديد. حاضر. شكرا استاذ علي، شكرا جزيلا لحضرتك. وهناخد بعد اذنك اتصال اخر من استاذ صلاح من المنوفيه. اهلا وسهلا عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا عليكم. سامعين حضرتك يا فندم، اهلا وسهلا. معلش معلش ان انا اتفق معايا لعناية ام. حضرتك وطي التلفزيون بعد اذنك واسال سؤالك. الو؟ طيب يبدو ان الخط اتقطع.
طيب يعني كل الناس تقريبا مزارعين مهمومين هي قوي المشكله بموضوع كلها زي ما حضرتك اثرتيها التعصب. في الاول، هي بمنتهى الوضوح والصراحه وقول واحد، مش هيحصل ان احنا هنأذي حد. كل اللي انا بطلبه ساعدونا، تعالوا نقعد، ولو ما نقعد هنوصل لحل. هنوصل صحيح. في سياسه مرنه جديده، في تفاوض مرن جديد، مفيش تعليمات جامده، مفيش اي تعسف او اي، ولو ومعلش انا دول زمايلي واخواتي في البنك، لكن انا بقول اي حد هيكون مش بينفذ هذه السياسه وهذه التعليمات اللي هتروح له دي هتبقى يقابلها اجراءات من جانبي، يعني ما اتمنى ان انا ما اوصلهاش، لان احنا يهمنا العميل بتاعنا، ويهمنا العميل يبقى مبسوط، لان هو ده البنك موجود عشان يخدم العملاء بتوعه. الاستاذ صلاح رجعنا مره ثانيه المنوفيه. الو. الو السلام عليكم. السلام، السلام ورحمه الله. حق صلاح. معلش مع الباشا، انا واخد كارد 80,000 جنيه ومعيش ان انا ادفع القسط السنه دي، فانا بستسمح او جماعه هقول لحضرتك على حاجه، العميل لازم يبقى هو والبنك او الفرع بتاعه دائما في اتصال بينهم. انت لو عندك اي مشكله روح لمدير الفرع، ومدير الفرع لازم هيقعد معاك ولازم هيحل لك المشكله، ولو عاوز تاجل قسط او عاوز اي حاجه لازم هيعملها لك. هو الصوت بيقطع يا استاذ صلاح، فمش قادرين نستبين قوي الموضوع، لكن لو في يعني حاجه حضرتك مش قادر تسدها ممكن التوجه لفرع البنك حضرتك كده، بس كنا عايزين نعرف هو فين بالظبط، هي المنوفيه في انهي منطقه، لكن اكيد يعني ممكن بالجلوس مع الموظفين تحل الحكايه. كنت عايز اسال حضرتك برضو عن امر اخر، هو كان البنك خاصه في عهد دكتور مرسي كان في ميل لفتح فروع اسلاميه لبنك التنميه والائتمان الزراعي، فهل ده كان اتجاه يعني مواتي للاتجاه العام لا السائد، ولا ده لحب الفلاحين للتعامل في هذا المجال، واثمر على ايه؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه، انا طبعا اي حاجه بتحصل بتبقى سياسه البنك، يعني البنوك زي ما حضرتك قلتي ملتزمه بمعايير معينه ونظم معينه وقواعد معينه تبع البنك المركزي. القصة كلها ان احنا البنك حب يخش في كخدمة، ما هو خلي بالك البنك بيقدم ايه؟ بيقدم بيعرف النيدز، بيعرف احتياجات العملاء بتوعه، وبيعرف ان ده خدمة هتقدر انها تتواجد بصورة كبيرة فيتواجد بيها. النهاردة احنا عندنا حوالي تقريبا 20 فرع اسلامي حقيقة، من 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 من, من كلهم فروع ناجحة بتحقق ارقام كويسه، وبتحقق وبتقدم منتجات وفقا للنظام الاسلامي كويسه جدا، واعتقد ان عليها اقبال كويس قوي، ومحققه نتائج طيبه جدا، ودي كانت وفقا لخطه البنك عاملها وفي الاستراتيجيه بتاعه البنك، وبرضه احنا ما زال عندنا خطه لاستكمال هذا الفروع الاسلاميه. مش مرتبطه بحاجه، دي فروع اسلاميه بتؤدي خدمات المصرفية والأعمال المصرفية بطريقة معينة زي غيرها من البنوك، زي اللي زي البنوك زي الأخرى اللي هي بتزاول النشاط، وأغلب البنوك الحمد لله في مصر بتزاول هذا النشاط. طيب عايزين نتكلم عن أصول البنك، ويعني كان في حاجة لها علاقة بأصول البنك وعودتها إلى البنك مرة أخرى. أصول البنك دي كلمنا حضرتك عنها وعن أهمية توجهها في محفظة البنك. البنك الائتمان الزراعي ده، أنا أولا البنك ده ما شاء الله ما شاء الله عنده ثروة هائلة، عنده 1225 فرع، مفيش بنك عنده هذا الكم الكبير من الفروع، واغلب هذه الفروع ملك للبنك. في نفس الوقت عنده 21,000 موظف، ثروه برضه بشريه ان شاء الله لو اعيد استثمارها كويس واعيد تدريبها واكسبها الخبرات وفقا للانظمه المصرفيه الحديثه، اعتقد ان البنك ده هينطلق انطلاقه كبيره. الاصول اللي حضرتك بتقصديها الممتلكات بتاع البنك زي الشون، زي اماكن التخزين، زي العقارات، زي الاصول اللي قالت ملكيتها للبنك نتيجه عمليه السويد، البنك فعلا عنده
هذه الأصول. والحقيقة الأصول دي أصول ذات قيمة كويسة جدا، وممكن الاستفادة منها بطرق عديدة. الأصول دي أنا أعتقد إن هي اللي هتكون الحل السحري لحل المشاكل البنك ده إن شاء الله. يعني التفكير الجديد هو كيفية استغلال هذه الأصول بشكل يدير الربح على البنك. طبعاً طبعاً بطريقة حضرتك لازم نفكر تفكير خارج الصندوق. لازم نفكر إزاي نستخدم كل ما لدى البنك من نتورك كبيرة في الفروع، من قوة بشرية كبيرة، من أصول موجودة لدى البنك. وأعتقد أن الحاجات دي مع برضو أن احنا ابتدينا على وجه السرعة، وأنا كونت فريق للتخطيط الاستراتيجي عشان نبتدي عملية التطوير للبنك. والحقيقة برضو احنا وزارة الزراعة الدكتورة منى الحقيقة بتساعدنا، والبنك الدولي، في ان احنا ان شاء الله نحاول برضو، لان كان البنك بيعمل تطوير مع رابو بنك، ورابو بنك كان جه ايام الثورة وما كملش. فاحنا بنحاول ان شاء الله النهاردة ان احنا مع البنك الدولي ومع المؤسسات الدولية ان احنا نبتدي نكمل منظومة التخطيط الاستراتيجي في البنك علشان تحصل عملية تطوير لكل نظم البنك وإداراته. حضرتك كنت ذكرت أنه من ضمن أصول البنك الشوان، والشوان دي بتستخدم طبعا في تخزين القمح. بعض هذه الشوان محتاج إلى تجديد، ومحتاجين شوان أكتر طبعا لتخزين المحصول. هل البنك ممكن يدخل في عملية استثمارية في طبعاً في شوان أو غيره؟ كان وشان دولة الإمارات هتدخل في هذا الموضوع. الحقيقه انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه برضو. الحقيقه معالي انا حضرت اجتماعين مع معالي وزير الزراعه بخصوص الانظمه الجديده في الصوامع، وان شاء الله ان شاء الله احنا دلوقتي في سبيلنا ان احنا بنتفق على ان احنا هناخد السنه دي عينه يمكن 5 أماكن يبقى فيها نظام تخزين حديث. وإذا التجربة دي نجحت أعتقد أن دي أولا هتبقى نقلة فظيعة. ليه؟ لأن الفاقد يكاد يكون منعدم. هتم برضو، لأن أنا برضو كنت حضرت في وزارة التموين مع مالي وزير التموين أنظمة جديدة عشان عملية الاستلام من المزارعين، وده كان هدف إن احنا إن شاء الله السنة دي هنحاول إن احنا ننجح نظام توريد القمح، لأن احنا بنهدف إلى إن نقضي على التاجر اللي في الوسط اللي ما بين المزارع وما بين البلد. ليه؟ لأن المزارع لازم ياخد القيمة كاملة، وفي نفس الوقت هو لازم يورد لينا أو يورد للبلد. فالبلد هنا هتقدر إنها تحصل على أكبر كمية ممكنة من القمح إن شاء الله السنة دي، وكل ما خدنا كميات أكبر كل ما قلت الكميات اللي احنا بنستوردها من الخارج. هيحصل برضو حالة الصوامع يعني وقدرتها على هيحصل حاجة. تطوير في الموضوع ده. احنا عندنا مساحات كافية، وعندنا المساحات اللي موجودة حتى بدون التطوير اللي حادث ده هي الحقيقة كويسة. كل سنة بيحصل لها عملية تجهيز وعملية تبخير وعملية تنظيف، كل عمليات دي بتحصل وبتبقى جاهزة. الشؤون بتاعة البنك جاهزة لاستقبال إن شاء الله الموسم الجديد. في نفس الوقت احنا بنشتغل برضو في عملية تطوير لبعض الأماكن كصوامع أو أماكن للتخزين. في نفس الوقت برضو مع وزارة التموين إن شاء الله في مشروع جديد لعملية إزاي يتم عملية الشفط وعملية تجميع عن طريق عربيات معينة من المزارعين، عشان نضمن إن الكمية بتتورد ومفيش فاقد، وبنفس الوقت بيحصل لها عملية سرعة بميكنة إن شاء الله هنخش فيها مع الوزارة إن شاء الله. استاذ محك ناخد اتصال اخر. الحاج عبد الحق من الشرقيه، اهلا بحضرتك. الو، اهلا يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال حضرتك. اهلا بحضرتك. تحياتي لقناه مصر الزراعيه. شكرا. تحياتي للقناه والعاملين عليها واللي حلقه التواصل بين المسؤوله او المزارعين. شكرا يا فندم.
اتفضل. اتفضل يا فندم، شكرا لحضرتك. وسؤالك ايه يا فندم؟ سؤال والله ساعتك بالنسبه بالنسبه للمجونيات اللي هي تم تسويتها في قبل كده وتم جدولها، يا ريت لمؤاخذه البنك يوضع سياسه موحده بموجب منشور يوزع على جميع المدنيات حتى يعلم ويعرف المزارع، تبقى سياسه موحده على الكل. سي انا اخذت مثلا 1000 جنيه، من وصل 2000 وصل 3000، في الظروف دي المفروض يعرف ايه النظام اللي هو بتاع التصارف فيما بين البنك وبين العميل بتاعه. السيد الاستاذ مدير البنك بيقول ان هويه البنك هي هويه البنك المفروض هو بنك باسم بنك التنميه والائتمان الزراعي، بينمي الفلاح. البنك خد منحنى في الفتره اللي فاتت دي كلها اللي هي سبب الكوارث والمشاكل على المزارعين، والمزارع وقف يعلمها وقف. اشكرك. في تصالح يبقى اسمحي لي معلش، يبقى في تصالح يعمم على الكل، على الجنين مش على أثناء معينة، يعمم على الجنين سواء كان مزارع صغير سواء كان مزارع كبير أيا كان، عشان البنك عشان الفلاح يشوف ويعرف ينتج ويعرف يفرح زيته ويعرف ينتج، حتى وإنه ذهب بحلقة الوصل بينه وبين المزارع، لأن الفلاح بعد كده مش هيشوف مش هيعرف يفرح زيته بتاعه. شكرا لحضرتك يا حاج. انا بس مضطر اقطع علشان في اتصالات اخرى. معانا الحاج فتحي من سوهاج، بس وجهه نظر حضرتك واضحه. الحاج فتحي اهلا بحضرتك. اهلا يا ستي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسلميلي على معالي الباشا صلاح دول. الله يخليك، شكرا يا باشا. كل سنه وانت طيب، كل قبل كل حاجه ربنا يكرمك وانت طيب. فاهم، احنا نرجو من سيادتك انك تشوف حالنا مع البنك. تعبانين والله يا باشا. حاضر. احنا تعبانين والله، واحنا ناس نجرى على الله ومعنا اولادنا ومعنا مصالح. انا موجود لا. انا موجود علشان عشانكم كلكم، وانا ان شاء الله هعمل اقدر اللي اقدر عليه وزياده كمان. واهتمامي الكبير دلوقتي موجه الى ان موضوع التعثر وموضوع القروض المتعثره وموضوع المزارعين، لان المزارعين دول اهالينا، وانا موجود ان شاء الله، وان شاء الله هذا الموضوع هحله وهنحله بالطرق اللي ترضيكم جميعا، ونخلص الملف ده ونقفله عشان نبتدي جديد بائتمان جديد وبشغل جديد، ونساعد التنميه زراعيه، وعشان نساعد البلد ان شاء الله، لان ده دورنا ان كان احنا ولا حضراتكم، دورنا ان احنا نمشي بالبلد لقدام ان شاء الله، ونشتغل ونبقى ناجحين ان شاء الله. شكرا يا حاج فتحي. وهناخد الحاج محمود من الشرقيه. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بإذنك يا باشمهندس بعطيه لو سمحت، يعني اتفضل. انا السنه اللي فاتت كنت عملت حادثه وركبت شريح مسامير في جامعه الزادي. فطبعا العمليه دي مش نفعت وشمال في الجامعه جامد وكده، فقلت اني اعملها بره على الفرصه. فطبعا جيت ان انا ارجع للبنك عشان اخد قرض منه. اديت قرض ب 8000 جنيه. وانا والله دخلي 400 جنيه بس في الشهر بالنظام التعاقد يعني. ومش قادر اسددها، والفايده دلوقتي وصلت ل 10000 جنيه. فبعد اذنك بس يعني حتى لو البنك يشيل الفايده ويعني يعمل لي خطوط ولا حاجه، لان ايه مش في قضيه رفض ولا حاجه دي. انت حضرتك فرع ايه يا فندم؟ فرع الشرقيه، فرع منطقه ابو كبير. ابو كبير؟ طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، من فضل حضرتك انت حضرتك روح لمدير الفرع بكره، وانا هكلمه الصبح ان شاء الله، هخليه يقعد معاك، وان شاء الله نحل لك المشكله بتاعتك ان شاء الله. رحت له يا فندم قال لي لازم تدفع على الاقل حتى 3000 جنيه. انا بقول لحضرتك اهو، انا بقول لحضرتك روح له بكره ان شاء الله، وانا هكلمه الصبح، وانت عنده قول له انا لو انا ما كنتش لسه كلمته قول له اطلب عطيه في مكتبه، وانا اول ما هروح مكتبي انا بروح بدري بصفه عامه، هكلم مدير الفرع واخليه يقعد معاك ونحل لك المشكله بتاعتك ان شاء الله. شكرا لحضرتك. يعني في ناس اهي يعني 8 هيبقوا 10، فهو عايز يشيل الفايده، حاجات بسيطه ممكن يتعامل معاها. عشان كده قلت لحضرتك صحيح. ايه في احد المداخلات بتقول ايه سوي على شريحه واحده، ما ينفعش
اللي بيحصل ايه اللي فات كل واحد له ظروف معينه وكل عميل وله اوضاع معينه. وفي عميل التعامل مع العملاء ما يبقاش حاجه واحده. اللي ما نختلفش عليه ان في حد لا يمكن نتعداه اللي هو الاصل المبلغ اللي اتاخد ده حد، لان دي اموال مودعين. احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في ازاي نسوي في فوائد نتكلم فيها، في مصاريف نتكلم فيها، في مده نتكلم فيها. لكن خلي بال حضرتك ان انا عند في كل الدنيا ان الاموال دي مش اموال حد، دي اموال المودعين، وبالتالي دورنا كاداره ان احنا بنحافظ. بس برضو لازم هنقف معاهم، هنحط برامج للسداد، هنتابع البرامج، هنساعد في حاجات كتير. كلنا هنقف نقفل الملف ده وان شاء الله ننجح فيه. ان شاء الله نقفل الملف ده وهنبتدي بدايه جديده. البدايه الجديده محتاجه بقى دراسات جدوى في كل قرض مقدم علشان نساعد الفلاحين. فلاحين مش عقليتهم تجاريه قوي ان انا احسب انا يعني هكسب عشان كده قلت لحضرتك لازم الفرع ولازم الناس اللي بتشتغل في البنك والعميل يبقوا على تواصل. هل ده معناه ان احنا هننشط ادارات دراسات الجدوى والتسويق داخل البنك؟ طبعاً يعني استراتيجيات حضرتك في القادم من الايام ايه؟ طبعا بحيث بصي حضرتك الحقيقه انا يعني مستبشر خير بزمايلي في البنك، وهم الحقيقه ناس محترمه ولديهم من الخبره الكويسه. المطلوب ان احنا هنعظم الدور ده، هن هن زي ما حضرتك بتقولي لازم كمان طريقه عرضنا للعميل على ازاي انا موله وازاي اديله القرض وازاي اتابعه لازم تختلف. لازم العميل يعني كذا مداخله بتقول ايه، انا ما بعرفش انا باخد القرض وما بعرفش انا هسوي ازاي وهسدد ازاي وهعمل ازاي. مش هي مش شطاره ان انا اروح اقول له تعالى خد قرض 10,000 جنيه ولا 1,000 جنيه حتى واسيبه. ده انا لازم ابقى معاه ولازم ابقى مستشاره ولازم اتابع صرف القرض ده في الغرض اللي انشئ اللي خد من اجله ولا لا، لازم اتابعه برضه هل هو ماشي ولا تعرض لاي حاجه. اديله شكل عيني في بعض الاحيان عشان اوفر عليه. في لما بيكون في حاجات احنا بنقول ايه، احنا مش هندفع الفلوس، هندفعها للمورد علشان يورد له على طول الحاجه، وبالتالي نبقى ضمننا ان الفلوس. ما بقول لحضرتك هنا ايه السياسه بتاعت الائتمان، سياسه المنح ومتابعه الائتمان الممنوح، دول اهم حاجه. لان المفروض ان انا بدي الفلوس واتابعها، وفي نفس الوقت لا قدر الله لو حصل اي نوع من التعثر او اي حاجه برضو نكون جاهزين بان احنا بنقول له يعمل ايه وبنقول له ازاي يعدي التعثر اللي هو مر بيه. من الاشياء اللي بتوجه للبنك ايضا يعني انه ما بيقومش بدوره كما ينبغي في موضوع تسويق الاقطان والقطن المصري. عندنا فيه يعني مشاكل، عاوزين نحافظ على القطن طويل التيله ومش عارفين نعمل ايه. انا الحمد لله احنا يعني الحمد لله برضو انا وزمايلي قعدنا مره واتنين وابتدينا نفكر في حاجات كتير قوي. صحيح الحاجات كتير قوي والوقت لسه ما يعني صحيح. قدامنا شويه، لكن احنا عاوزين نترك المجالات دي كلها. اهم حاجه هنشوف التسويق، هنشوف ان احنا ازاي ايه نوعيات الائتمان اللي نمنحه للمزارعين، ايه الائتمان اللي هو يبقى ائتمان سهل وائتمان يرجع والفلاح يستفيد والبنك يستفيد، ايه الائتمان اللي هنجذب شركات الاستثمار الكبيره علشان تعمل مشروعات تنمويه كبيره عشان التنميه الزراعيه الكبيره. عاوزين برضو نفكر في مشروعات خاصة بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة. عاوزين نفكر ازاي الحاجات دي كلها تتحول الى صورة قروض ناجحة، وفي نفس الوقت عاوزين برضو نفكر في عملية التسويق للمدخرات بتاعة المزارعين والمدخرات بتاعتهم. لان ايه احنا برضو المزارعين برضو اي مدخرات عندهم لازم احنا برضو نعرض عليهم المنتجات اللي يقدر ان هو يحط الفائض اللي عنده فيها ويقدر ان هو ايه يستفيد منها، وبالتالي البنك يستفيد بهذه اذا كانت دفاتر توفير او شهادات او كذا. في نفس الوقت هنا البنك ادى الدور بتاعه انه خد الودائع واخد الفلوس
واستثمرها استثمار كويس، وفي نفس الوقت منح القروض وعمل خدمات ائتمانية للمزارعين. بنفكر برضو في حاجات للتسويق، ان المنتجات اللي بينتجها المزارع ان احنا ازاي نساعده في عملية التسويق وعملية انه يسوق المنتجات بتاعته، عشان موضوع القطن موضوع مهم جدا وبرضو على ترابيزة التفكير بتاعتنا، وبنحاول ان احنا ان شاء الله نحط شوية افكار ونناقشها مع وزارة الزراعة على اساس ان يحصل نوع من التكامل اللي الحقيقة باحتكاكي لفترة صغيرة اللي هم الشهر اللي فات ده مع المسؤولين في الوزارة، الحقيقة بيشتغلوا بفكر التيم الواحد. كلنا ما معالي الوزير بيعمل اجتماع، كلنا بنقعد نشتغل بنفكر كلنا، بس كلنا هنفكر في الاخر احنا هنشتغل كلنا مع بعض، كل واحد في مجاله، ولكن في النهاية تيم واحد يخدم الهدف اللي هو التنمية في مصر إن شاء الله. طيب احنا عاوزين نتكلم عن المشروعات متناهية الصغر، ودي ممكن تفيد المزارعين جدا، اللي عاوز يعمل مثلا معمل ألبان، اللي عاوز يعمل جبنة، أي حاجة يعني صغيرة كده. هو دور البنك في تمويل هذه المشروعات برضو ومساعدتهم على منحهم أفكار، حتى لو أنا عاوز أعمل شفتي حضرتك هي دي النقطة. أنا بفكر في الحتة دي، مش بفكر في المنح بس. يعني أنا محتاج إن أنا يبقى عندي كذا منتج هو ده اللي عرضه عليهم. يعني مش اقول له تعالى خد قرض وخلاص للبن، او تعالى خد قرض واعمل مزرعة، او خد لا انا عاوز اقول له ايه، ادي مجموعة افكار، مجموعة مشاريع مدروسة بالفعل، مشروع ايه، مشروع ينفع للمتناهي الصغر، ومشروع ينفع للصغير، ومشروع ينفع للمتوسط، بحيث ان احنا مجموعة المشروعات دي نعرضها ونبقى احنا عارفين هندي للمزارع منين. يعني انا عاوز برضو ان احنا يبقى لنا دور في عملية عشان نبقى ضامنين نجاح المشروع. زي ما حضرتك بتقولي مشروع ألبان مثلا، فلازم انا لو هو عاوز يعمل الكلام ده، ده هيبقى بداية من ناحية المشاية نفسها، من ناحية الطريقة الحديثة في الحلب، الطريقة الحديثة في تسويق المنتج بتاعه. عاوزين الأفكار دي، وهو ده اللي أنا طلبته من زمايلي في الفروع، إن هم ما يفكروش بالنظام القديم، إنها تعالى خد قرض عشان المحصول بتاع الثلاث أشهر دول. لا، أنا عاوز أفكر له وأقول له في مشروع ألبان، في مشروع تسمين، في مشروع بتلو، في مشروع لو عاوز تعمل مصنع صغير أو حاجة صغيرة للمنتجات الألبان. كل الكلام ده لازم نطلع بقى مجموعة الأفكار دي ونحطها، وعلى وجه السرعة نبتدي نقول ايه ده محتاج ايه، 1 2 3 4. طب نوفرها ازاي عشان لما اجي اتكلم مع المزارع اقول له ادي مشروع واثنين وثلاثة اختار لي عجبك، وده لما هيتنفذ بالكيفية دي، من ناحية التنفيذ ومن ناحية متابعته ومن ناحية تسويقه. يبقى انا على الاقل سهلت حياته، وضمنت انا كبنك برضو ان الفلوس اللي انا دفعتها بترجع لي، لان والعميل كسب. احنا بنتكلم طول الوقت عن العملاء اللي هم من الفئات المحدودة، لكن لو حبينا نتكلم بقى عن الدور التجاري للبنك علشان الكبير يسند الصغير يعني، فهل عندنا افكار برضو يعني عملاء كبار عندهم القدرة المالية، وهل اساسا في عملاء كبار بيقبلوا على هذا البنك ولا بيقبلوا على بنوك اخرى؟ بصي هقول لحضرتك القصة ايه. القصة العميل عاوز البنك اللي يخدمه، ويخدمه صح وبأسلوب حديث ومتطور، ويلبي له احتياجاته، ولما يعوزه يلاقيه قدامه. يعني العميل دايما خلال الفترات دي كلها هو عاوز ايه؟ عاوز البنك يبقى معاه على طول، وعاوز البنك يبقى مستشار، وعاوز البنك لما يحتاجه يلاقيه. ال 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 انا يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي انا عملتها مع زمايلي ان احنا طلبنا كشف، وقلت عاوز كل الشركات اللي بتشتغل في المجال الاستثمار الزراعي المتوسط والكبير والاستصلاح والمشروعات اللي موجودة في كل حتة، في تشكي، في لما كنا في أسوان كان في كذا مشروع برضو للاستصلاح، وناس عملاء كبار وناجحين.
جميع الناس دول، زائد هندعو الى برضو مين اللي عاوز برضو يبقى في المجال وعلى مستوى اكبر شوية، وبالتالي هنقعد ونشاركه في دراسات الجدوى ونساعده فيها، وبالتالي خلقنا رجل اعمال زراعي جديد مع رجل اعمال الزراعي القديم اللي موجود، هنساعده كمان عشان يكبر اكتر، ونحاول بقى نكون رجل اعمال او طبقة من رجال الاعمال. من الاول ان انت ساعدتيه من البدايه. انا بشكر حضرتك، ولو تحب كلمه اخيره او تحب توعد المزارعين بحاجه في النهايه في الفتره اللي جايه. انا بشكر حضرتك الاول، وبشكر الزملاء في القناه. الحاجه الوحيده اللي بطلبها، احنا موجودين في البنك علشان خدمه المزارع، وهذا مش هنحيد عنه. الحاجه اللي بطلبها من المزارعين ان هم يثقوا في البنك، ان هم يروحوا البنك ويعرضوا، ويبقى عندهم نية صادقة في ان هم هيسووا المواضيع بتاعتهم او هياخدوا ائتمان جديد، وحنبقى باسلوب جديد في التعامل معاهم. وبطمنهم ان شاء الله ان شاء الله مع التعديلات اللي بتتم وفي السياسات اللي بتتم، مش هنلجأ لاي وسيلة ان احنا نحول لحد للاجراءات قانونية ولا حاجة، وان شاء الله ربنا يقدرنا بس على الموضوع ده. ان شاء الله بنتمنى لحضرتك التوفيق ان شاء الله في قيادة البنك الافضل ان شاء الله، ولما فيه مصلحة المزارعين ومصلحة البنك وهم مصلحة مشتركة باذن الله. شكرا للمحاسب عطية سالم عطية، رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.